السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كريبان كي دايره لاباس عليك؟ واش مبروكة؟ الله يبارك فيك الشريفة. عفاك عمي بغيت نسولك عندي شي أسئلة الله يجزيك بخير. مرحبا بنتي. بالنسبة للسؤال الأول واش يجوز نعطيو زكاة الفطر إن شاء الله يعني فاش تقرب يعني الوقت ديالها، واش يجوز نعطيوها جوج أخوات ساكنين في نفس الدار يعني وحدة ساكنة في السفلي وحدة الفوقي؟ واش يجوز وحدة مطلقة عندها جوج بنيتات؟ نعم. أخرى مريضة ما خدنا نوار. نعم. يجوز. جوابا على سؤالك الأول من الناحية الفقهية، زكاة الفطر هي تعطى لكل الناس إلا للأصول والفروع، يعني الرجل ما كيعطيش الأصول دياله اللي هما والديه وجدوده، لابد أن تعطيهم من حر مالك، لأن الزكاة كتسمى هي أوساخ الناس، العائلة ديالك غتعطيها من حر مالك، يعني أمك وأباك وجدك وجدتك تعطيهم من حر مالك، كذلك أولادك، الأولاد ديالك زائد الأحفاد، يعني الأصول والفروع وإن علا وإن نزل، هادو كنعطيهم من حر مالنا ولا نعطيهم من الزكاة، زائد كذلك الزوجة ديالك أيضا ما تعطيهاش من الزكاة، تعطيها من حر مالك. أما أخواتك وإخوانك إلى كنت منفصل عنهم، كل واحد عنده البيت ديالو مستقل، هما أولى من الغريب. إلا كان عندك خوك ولا أختك ضعيف فقير، وكاين واحد الإنسان آخر غريب توا ضعيف وفقير، يعني نحن مطالبين نعطوا الزكاة للضعفاء والفقراء، ولكن إذا كان عندك واحد مقرب في العائلة أو في الوسط ديالك ضعيف تعطيه هو الأولى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطى لهذا الفقير القريب له أجران، أجر الصدقة وأجر القربة، بمعنى أنه كيدير صدقة وكيوطد صلة الرحيم. وهذه مناسبة كاين بعض الناس كيخليوا العائلات ديالهم كيمشوا عند الغرباء، كاين دابا الان اللي هو لباس عليه وما كيعتقش العائلة ديالو، ما كيشرفوش، كيقول لك ما كيشرفونيش، ما بغيتهم يبقاو عندي، لا عطيتهم اليوم غدي يجي عندي عاوتاني، وكيحاول يسد عليهم الباب، كيبغي يعطي الصدقة لواحد غريب. طبعا صدقاته مقبولة إن شاء الله وصحيحة إن شاء الله، لكن لو أعطاها لذاك القريب ديالو كان غادي ياخذ أجر أكثر. إلا كان ذاك القريب ضعيف وهذاك ضعيف، فالقريب الضعيف أولى، لأنك غدير صدقة وصلة، صلة الرحيم، وفيها أجر وثواب كبير، فالله يتقبل منكم بنتي سعاد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.